وفي خرجته ما قبل الأخيرة على أرضية ميدانه أراد قطع مشوار كبير لضمان الصعود إلى حاضرة النخبة بافتكاك النقاط الثلاث أمام منافس عنيد. هو الآخر قدم إلى ملعب عمر حمدي من أجل العودة بنقطة على الأقل للابتعاد عن ثلاثي مؤخر الترتيب، فكان له ذلك لما عطل الآلة الهجومية لأشبال سمير بوجعران الذين لم يقدموا الكثير في هذه المرحلة الأولى، ما عدا هذه المحاولة بثنائية نوبلي ونزواني الذي علت كرته إطار مرمى الحارس السعيدي علوي، إضافة إلى هذه الفتحة من حسين حروش والتي وجدت رأس المدافع الحجاري يبعدها إلى الركنية. في المرحلة الثانية الدعم اللامتناهي لأنصار الأمل لم يأتي بالجديد، وكان بإمكان مولودية سعيدة افتتاح باب النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق بومدين بعد تمريرة رائعة من سحنون لتجد كرته الحارس طوال الذي يخرجها إلى الركنية. 4 دقائق بعد ذلك شريطية وفي عمل فردي يفتح للبديل كافي، إلا أن المدافع بالعيد في المكان المناسب. رد الأمل كان بهذه التسديدة من رايت بلال في الدقيقة 55 لتتوالى بعد ذلك الفرص لصالح أمل إربعاء الذي سيطر كليا على أطوار المرحلة الثانية أمام السعيديين الذين أكملوا اللقاء 10 لاعبين بعد طرد المهاجم شريطية. زيادة في العدد لم تدم طويلا، فبعد هذه المحاولة من رايت بلال الدور هذه المرة في الطرد من الحكم عاشوري كان على اللاعب مادور. آخر محاولتين للأمل كانتا من البديل الأميري بكرتين ثابتتين تصدى لأولاها الحارس علوي والثانية في القائم الأيمن لذات الحارس. نظن اللاعبين كانوا متمركزين كما ينبغي.